ليش احنا ما نغير فكرة الإمامة والإمام؟ نعم. وننتقل إلى موضوع الجمهورية. قال هذا الفكرة بتشغل رأسي من زمان، إنه لابد أن نغير النظام كامل. أيوة، أن نغير النظام، أن نتبنى تغيير النظام. وتمينا على هذا وكتب له بالفكرة. جاء جواب أبو محمد محمود الزبيري أنهم هم كقادة للحركة لا يستطيعون أن يتبنوا هذه الفكرة الآن، لكنهم لا يمانعون أن نتبنها الجيل الثاني، الجيل الجديد الآخر. نعم. مش القيادة. نعم. محمد نعمان نشر الفكرة في أعتقد في اليقظة، نشر فكرة تجاوز الإمام إلى الجمهورية. أغرب ما حدث إن الذي عارض الفكرة مش الرجعيين ولا أنصار الإمامة، الذي عرضها عبد الله باديب. عبد الله باديب الذي هو زعيم الشيوعيين في عدن. نعم. هو كان مع جريدة أيضا. عبد الله باديب رد على نعمان رد قوي وكذا.